سوى. يعني كل النشاطات اللي يسويها نادي الأهلي ونادي الأهلي ونادي الهلال من أكثر الأندية الأهلي والهلال الأهلي والهلال أكثر الأندية اهتمام بالمسؤولية الاجتماعية ونشاطات على الأرض يعني حقيقة ما في أي معوقات، بالعكس نشوف أعمالهم. وعلى فكرة هي في بعض الأندية الدولية أن تعطي ساعات يعني أنا لما بأخذ محمد الشلهوب من نادي الهلال ولا بأخذ مثلا السهلاوي من نادي النصر أو أخذ مثلا تيسير الجاسم من نادي الأهلي، ذولا محبوبينها أخذهم يروحون يزورون مؤسسات الأطفال مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة، أخليهم يروحون مؤسسات كبار السن، التأهيل الاجتماعي، يقدمون شعار معين عن مكافحة التدخين والمخدرات، يطلعون يقولون هذا الشيء ما يأخذ وقت كثير ويحسب من ساعات. الآن في الرابطة، في نظام الرابطة المسؤولية الاجتماعية بي يعني شبه إجبارية أن يقوم بها النادي، وهذا مرحلة إجبار لازم يقوم فيها بي النادي. A إجباري، B أقل، C ما هو يعني مطلوب، يعني C خياري، B يعني حضور اللاعبين B ولا A بي ولا C بي, بي, بي يعني خيار يعني لا أنه محسوب محسوب وجودك محسوب. طيب